السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم شعبان إبراهيم استشاري ار بي مايكروسوفت داينامكس 365. إن شاء الله يا شباب النهاردة هنتكلم على جزء مهم جدا، هو جزء الكوارنتين مانجمنت. ادينا ملخص قبل كده وقلنا الكوارنتين مانجمنت عندنا هنا لما بنيجي نعمله بنبدأ إن إحنا لما بنيجي نستلم عندي البضاعة داخل الوير هاوس بندخل البضاعة قبل المين وير هاوس، بتدخل في حاجة اسمها كوارنتين وير هاوس. وعرفنا إزاي بنعمل الكوارنتين وير هاوس، بننشئ الكوارنتين وير هاوس ده بما يخص المحاضرة اللي عادة. النهاردة هنكمل الكوارنتين مانجمنت ونشوف ازاي بنعمل اكتيفيشن للكوارنتين مانجمنت بما يخص الايتمز اللي انا بعملها عملية ريسيفنج داخل الوير هاوس. طيب فانا جيت هنا يا شباب بسيط معانا، طبعا لو احنا جينا انا عندنا في حاجه في اسمها في الانفنتوري مانجمنت اند اكاونتنج، في حاجه عندي في السيت اب هنلاقي في حاجه عندي اسمها ايتم موديل جروب. بالنسبه للايتم موديل جروب لو انا ركزت عليها هتلاقي في اوبشن هنا الاوبشن، طبعا مش هتكلم في الايتم موديل جروب شرحناها، هتلاقي في اوبشن هنا مثلا لو انا بستخدم الويتد افريج او الموفينج افريج هتلاقي في حاجه هنا اسمها وير هاوس مانجمنت كوارنتين اوردر. يبقى ده اول اوبشن لازم نفعله على عشان نستخدم الكوارنتين مانجمنت عندي في الشركه. يبقى يعني ركاب سريع كده، الكوارنتين مانجمنت ان انا بدخل البضاعه كوارنتين وير هاوس بحيث ان انا اعملها فيجوال عمليه بس تشيك عن طريق الانسبكتور، بيخش يشيك البضاعه ديت يس اور نو. طبعا ما بخشش في تيست وتيست انسترومنت وكواليتي اسوسيشن والاشياء ديت اللي هي بالخاصه بالكوارنتين اوردر، لكن انا بحجز البضاعه بس عندي داخل كوارنتين مانجمنت، واللي بحجز البضاعه هنا بعملها بلوك، يعني انا ما اقدرش اطلع البضاعه ديت اعمل لها عمليه سير. يبقى الهدف من الموضوع ان انا بحجز البضاعه داخل وير هاوس اللي هو عندي بالنسبه لي ليتس سي كوارنتين وير هاوس، بحجزها داخله لما اعمل عمليه الانسبكشن بعدين بمجرد ما بعمل ريبورت اس فينيش تو اند للايتمز اللي عندي بتبقى متاحه لايه للبيع. طبعا انت هنا ممكن وانت رايح على الموفينج افريج تعرف ايه هي الريتد ايتم للموفينج افريج. هناخد واحد وان ليتس سي ان الايتمز اللي عندنا ده هنشتغل عليه ونعمل عليه اكسل. يبقى اذا انت عندك هنا لازم اولا انك بتكاري الكورنتين وير هاوس، رقم اتنين بتدخل على الايتم موديل جروب وتفعل الكورنتين ايه الكورنتين مانجمنت. جميل، طيب خلينا كاريت ايتم على السريع كده نشوف البروسيس هيمشي معانا ازاي. لو دخلت هنا كاري الايتم كرييشن بدخل على البرودكت انفورميشن مانجمنت، بدخل عندي على البرودكت ريليز برودكت، هقول له نيو، هقول والله مثلا ليتس سي برودكت نمبر 1، خلينا نتكلم نقول مثلا تي شوت. لازم اربطها بالايتم موديل جروب اللي انا قلت لكم عليه ان احنا اللي هو خاص بالموفينج افريج اللي انا مفعل عليه ايه يا شباب، اللي انا مفعل عليه الكوارنتين مانجمنت. يبقى انت لازم تسلكت، يبقى اكين ايوه هنا انا هتاكد ان فعلا يس انا مفعل الكوارنتين مانجمنت. طيب ده اول خطوه، بعدين هروح اختار الايتم جروب ليتس سي اوديو ستورج دايمنشن جروب ليتس سي سايت اند وير هاوس. ان شاء الله يبقى لنا شرح كل فيتشرز او كل تابة موجود هنا او كل فانكشن موجودة هنا ايه وظيفتها. خلينا مش هستخدم باتش او سيريا، هقول نعم واعمل اوكي. يبقى ده اول خطوة ان انا لازم اكون مفعل الايتم بتاعي او الايتم موديل جروب بتاعي مفعل عليها الكوارنتين مانجمنت. طيب ارجع النقطة التانية ارجعها لكم، الوير هاوس بتاعي خلينا هشتري البضاعة ده على وير هاوس معين، فهنبدأ نخش نشوف الوير هاوس. طبعا لو انا دخلت عندي في الانفنتوري بريك داون على الوير هاوس لازم اتاكد ان الوير هاوس بتاع المين وير هاوس كونكت مع كوارنتين وير هاوس. لو افترضت ان انا هختار هشتري بضاعه على السايت رو ماتيريال، هشتري رو ماتيريال، فانا هنا رابطها على الوير هاوس رقم 11، لازم اكون رابط كمان الوير هاوس ده على كوارنتين وير هاوس. ليه؟ لان يا شباب لما اجي اعمل ريسيفنج على الوير هاوس رقم 11 السيستم اوتوماتيك هيرمي البضاعه قبل ما يعملها ريسيفنج على 11 هيرميها على الكوارنتين وير هاوس. دي بطريقه سهله اهوت يا شباب، و هنتكلم معاها ونشوف البروسيس هيمشي معانا ازاي.
فلو رحت اعمل بي او، طبعا بي او ممكن من الاكونت بيبول او من البروكرمنت اند سورسنج، فانا دخلت اعمل بي او، هو نيو اسلكت الفندر، الفندر اللي انا هشتري منه البضاعة طبعا، واقول له اوكي. طبعا انا بخش في تفاصيل وايه الجنرال والاضافات ديت، احنا بنخش بس بيبقى هدفنا الكورنتين. طيب احنا قلنا عندي التيشو، طيب انا سلكت التيشو هنا يا شباب، دخل الوير هاوس اللي فيه الكورنتين. يبقى انت ممكن عندك وير هاوس تعمل فيهم كورنتين وير هاوس لا. لو انا افترضت ان انا هشتري 10 حبات، سعر الحبه طبعا لو انا معرف البرايس ليست او الاجريمنت هتيجي معايا دايركت، اقول له 500 انتر. طيب انا كده عرفت السايت سوري عرفت الوير هاوس بتاعتي، اكمل البروسيس عادي جدا، اقول له كونفيرم من البي او. طيب لما اعمل كونفيرم يا شباب هدخل اعمل ريسيف، خد بالك بقى انت بتعمل ريسيف تمام، الكونفيرم بعمل ريسيف، عندي برودكت ريسيف. طيب واحد يقول لي مثلا والله ده انا بعمل ريسيت ظهر لي ايرور، الايرور ده يقول لي اعمل ريجستريشن، هقول لك تعال نجرب ونشوف. لو الايرور ظهر لك كده وقال لك والله اعمل ريجستريشن، اذا انت في الايتم موديل جروب اللي احنا كنا لسه فيه، انت اللي فرض على نفسك تعمل الريجستريشن. فلو دخلت على الايتم موديل جروب هنا مثلا احنا مستخدمين موفينج افريج، فهنا طبعا انا بالنسبه لي مش طالب مني ريجستريشن، فمش هتبقى مانداتوري بالنسبه لي. لو مطلوب عندي ريجستريشن وهنبقى نتكلم على الريجستريشن دي بعدين ايه وظيفتها. طيب انا هنا بالنسبه لي هعمل اوكي، المفروض ان هو يعمل ريسيف. لو انا مش عامل كورنتين مانجمنت دايركت البضاعه هتخش على الوير هاوس رقم 11، لكن اكشوالي لا مش هتخش على 11، فاعمل اوكي ونشوف ايش اللي هيصير. طيب فعلا البضاعة دي عملت ريسيف، لكن هنا المفروض ريسيف يبقى ايه يا جماعة؟ يبقى على الكوارنتين وير هاوس. تعالى نشوف الترانزاكشن ونشوف ايش اللي صار. طيب هنا في بي او يس عمل ريسيف. طيب لو انا جيت ابص يا شباب كده عشان اتاكد من شغلي صح او غلط، لو جيت هروح على الانفنتوري مانجمنت كولابس، هروح على البريودك، هروح عندي على الكواليتي مانجمنت، هتلاقي في حاجة اسمها كوارنتين اوردر. سوري 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 يس كوارنتين اوردر. فانا لو جيت يا شباب يس هلاقي فيه فعلا 11 سوري هلاقي فيه عندي 10 حبات دخل على الكوارنتين وير هاوس. تمام يا شباب، يعني انا لو جيت رجعت تاني اجين وعملت سيلز اوردر على الوير هاوس رقم 11 هيديني ايرور، ففعلا السيستم عمل لي بلوكينج وحط لي ال 10 حبات على الكوارنتين وير هاوس. ان شاء الله المحاضره الجايه هنشوف البروسيس اللي هيتم على الكورنتين وير هاوس عشان افرج على البضاعة ديت وادخلها على المين وير هاوس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.